ثلاث دورات قبل متم بطولة القسم الوطني الثاني، فريق النادي المكناسي يضمن العودة إلى القسم الأول من الدوري الاحترافي عقب تعادله بثلاث أهداف في كل مرمى أمام ضيفه أولمبيك تشيرا. الجولة الأولى بحث فيها أصحاب الأرض عن هدف مباغث بشتى الطرق قبل أن تحل الدقيقة 12، حين حقق إبراهيم أمزيليا تقدم لأولمبيك تشيرا عكس مجرى اللعب. لاعبو النادي المكناسي كثفوا محاولاتهم الهجومية وكانوا الأقرب إلى التعديل، في حين سجلت مناورات للضيوف سعيا لهدف ثاني. المهاجم عبد الكريم كرومي ينهي عملا هجوميا منسقا ليحرز هدف التعادل في آخر دقيقة من الجولة الأولى. سيناريو الجولة الثانية لم يشد عن سابقه. أنس المهراوي يضع النادي المكناسي في المقدمة في الدقيقة 52. حمزة سعود يدرك التعادل لأولمبيك تشيرا وتصبح النتيجة هدفين في كل مرمى. ومن نقطة الجزاء أيوب معموري يحرز للضيوف الهدف الثالث ليتعين على الجمهور الإسماعيلي ترقب الوقت بدل المضيع ليطلق أهازيج الفرح بالعودة إلى قسم الصفوة بعد هدف ياسين بولجيد لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق. والحمد لله كان الفضل ديال الله سبحانه الى رجعت رجعت الفريق ديال النادي المكناسي المكانه ديالو الحقيقيه. ما شعور يعني دخلنا للتاريخ الحمد لله. هذا فضل من الله سبحانه، ويعني كنشكروا جميع المكونات، جميع الجماهير، اللاعبين، الاداره على راسها السي خالد تعرابت، وجميع يعني الناس المسؤولين اللي معاه، كنشكرهم كلهم وكاع المكونات حتى عامل المدينه، والحمد لله. وكنتمناو التوفيق يعني الفريق النادي المكناسي في الايام يعني في السنوات القادمه ان شاء الله. كما شفتوا المقابله كانت شويه صعيبه، في شويه ولكن صعيبه. الحمد لله جبنا نقيطه واستيران ديالنا اللي خلاتنا اننا نطلعوا بهذا الجمهور وبهذا المكتب وبهذا المدرب. الحمد لله مازال جاي الخير، وكنتمناو شي حاجه كثيره لفريق النادي المكناسي حتى هذه المكانه ديالو بريمير ديفيزيون شي حاجه اكثر. الحمد لله على هذا الفوز، على التعادل ديال اليوم. الحمد لله حققنا الصعود اللي كنا من الاول البدايه وحنا كنطمحوا له ان شاء الله. فرحنا الجماهير كامله المكناسيه، وكما كتعرف المقابله ما كانتش بالسهل، كتسجل علينا الهدف الدقيقه الاولى، ولكن الحمد لله الدراري كانوا رجال وكانوا عازمين انهم باش يحققوا هذه النتيجه مزيانه والصعود ان شاء الله. Nous avons fini le travail que nous avons commencé depuis le début de la saison. Ça fait deux ans que je suis ici. J'ai fait monter l'équipe en deuxième division et aujourd'hui encore, on vient de faire monter l'équipe en première division. Vraiment, je dis merci à notre public qui nous a soutenus, les dirigeants, l'encadrement technique, mes coéquipiers et moi, parce que nous avons travaillé dur pour avoir ce résultat. يوم تاريخي، فرحة عارمة، يعني لا توصف. كنعجز على إيجاد الكلمات المناسبة باش نوصف هذا الشيء. يعني الجمهور كما كتشوفوا فرحان، وهذا هو الهدف ديالنا دائما، هو إسعاد الجماهير ديال مكناس، نرجعوا الفريق ديالهم اللي كيبغيوه بزاف، نرجعوا يعني القسم الاحترافي الأول اللي هو صراحة المكان الطبيعي ديالو، لان فريق عتيد كيستحق، والجمهور ديالو حتى هو الوافي، يعني عانى بزاف ويستحق الاكثر. تعادل النادي المكناسي بلغ به النقطة 55 وجعله في وضع مريح على بعد ثلاث دورات من اصدار الستار عن الموسم. بالمقابل اضاف فريق اولمبيك تشيرا نقطة الى رصيده ليصبح 49 نقطة.